بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنتواجدوا الان بمركز التكوين المهني للامان ميدلت اللي هو معروف على الصعيد الاقليمي اللي ما كيعرف الانشطه معروف بالانشطه ديالو وتم التوسيع ديالو هذه السنه هذه بالمبادره التنميه الوطنيه البشريه. بهذه المناسبه كنشكروا السيد العامل والسيده النائبه الاقليميه اللي هما ساعدونا بزاف، ومن ناحيه ديال التوسيع ديال ضفنا واحد القسم ووسعنا الساحه ودرنا السور ديال المؤسسه والصباغه الى اخره، وتم التجهيز ديالو من طرف الوزاره الوصيه. عندنا واحد القسم ديال الحضانه اللي كيشرفوا عليه اطر عندهم كفاءه عاليه في هذا الميدان وفي هذا المجال. هذا عندنا سيكسيون لا بتيت، عندنا لا غروند، عندنا قسم ديال الحلاقة شعبة الحلاقة، عندنا صرافيطة عصرية، عندنا السيراميك والصباغة على الزجاج والحرير، كاين صرافيطة تقليدية، صرافيطة عصرية، كاين طرز بجميع الأنواع ديالو، أشكال يدوية بما تيتضمن الديكور هذا، عندنا شعبة ديال الطبخ والحلويات. الحمد لله راغنا كما قلت سابقا والزملاء ديالي راهم صبحوا وشرفوا المسائل التدخل.